نحن كشركة بوكسوبيا في مجال ماركتينج براند كونسلتنسي حاولنا أن نكون جزءاً من فعالية صحية لأول مرة تجرى في البحرين وهي دات آيدل، حيث ساهمنا في تكوين البراند آيدنتيتي الشعار والتنظيم المتعلق بالتصوير. وهذه مبادرة نعتقد ونؤمن أنها من الجيد جداً أن تكرر، وهذه طبعاً الملاحظة أتت من الجمهور، ومثل هذه الفعاليات جداً مهمة لرفع مستوى الجمهور فيما يتعلق ب الطبخ الصحي، ونامل أن نكون شركاء استراتيجيين فعليين إن شاء الله في هذه الفعالية وفعاليات قادمة تخدم الجمهور وتخدم صحة العامة.